طالب رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق بشأن الخروقات الانتخابية بالإسراع في عرض تقريرها النهائي والمصادقة عليه من قبل المفوضية العليا للانتخابات على النتائج، وأشار إلى أن جهازي المخابرات والأمن الوطني تحققوا من وجود عمليات قرصنة وبيع وشراء لأصوات الناخبين، وهذا ما أكده ممثل الحكومة داخل البرلمان. وأعد الصالحي أن المصادقة على النتائج الحالية قد تؤدي إلى كارثة حقيقية تقود البلد إلى المجهول، لافتا إلى أن مجلس المفوضية ارتكب أخطاء وعمليات تزوير، وهناك ضغوط تمارسها المفوضية لمنع كشف الحقائق.